بكم متابعينا الكرام. في كل كتاب سحر يشبه الخيال. بداية هو مجرد ورق وكلام، ولكن حين تقرأه وتعيش تفاصيله يفتح الكتاب ألف باب وباب، ويأخذك في رحلة تسرق الألباب. تسافر بأفكارك، تكتشف ثقافة تختلف عن ثقافتك. افتح كتابا تفتح أذهانا. هذه رسالة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب التي تحل ضيف شرف في معرض موسكو الدولي للكتاب. من العاصمة الروسية نرحب بكم. متابعينا الكرام، في هذه اللحظات ومن جناح الشارقة المشارك كضيف شرف مميز في معرض موسكو الدولي للكتاب في دورته 32، يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومجد الشحي مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان التابعة لثقافة بلا حدود. يا أهلا ويا مرحبا بكم اليوم نتواجد في موسكو. شكرا لهذا الاستضافة. أستاذ راشد، نبدأ معك. يعني صناعة النشر لا شك بأنها جزء لا يتجزأ من الصناعات الإبداعية، وأنتم اليوم تتواجدون هنا ضمن جناح الشارقة المشارك جنبا إلى جنب مع 10 مؤسسات ثقافية تشارك لتقدم منتجها الأدبي والثقافي. نعم. ماذا لديكم حتى تقدموه للجمهور الروسي والناشر الروسي تحديدا؟ نعم، بداية طبعا أهمية مثل هذه المشاركات في مد جسور التواصل الثقافي بين العالم، التي يعني تمثل التواصل السلمي مع هذه الثقافات وهذه الشعوب. فجميل بأن نشارك في رسالة الشارقة بنقل هذه المعرفة والثقافة إلى ثقافة العالم، وأيضا التعرف على ثقافات هؤلاء الدول. فنحن اليوم في جمعية الناشرين الإماراتيين طبعا جزء من منصة الشارقة في معرض موسكو للكتاب لهذا العام التي تحل به ضيف شرف، وبكل تأكيد الناشر الإماراتي اليوم جزء لا يتجزأ من هذه الثقافة، هو من يبرز الفكر، وهو من يوصل هذه الثقافة وهذا المحتوى بعد إخراجه وبعد طباعته إلى المجتمعات سواء المحلية أو العالمية. فيعتبر الناشر اليوم هو من يسوق للفكر، ولكن في دولة الإمارات وجمعية الناشرين الإماراتيين نركز بأن يكون هذا التسويق بأن يليق بالثقافة العربية. نعم. ويكون هذا التسويق يعرض الثقافة العربية برقيها وجماليتها وكنوزها المعرفية لكي تصل إلى العالم. نعم. بجمالية يتلقاها المجتمع العالمي بطبيعتها الجميلة، ولا يكون فيها مزايدة أو لا يكون فيها نوع من البهرجة الزائدة، ولكن هي كطبيعتها تنتقل إلى العالم. فجمعية الناشرين سعيدة جدا بمثل هذه المشاركات. جميل. والناشرين الإماراتيين اليوم وصل عددهم أكثر من 140 ناشر، ف
فنمثلهم ونسعد بأن يكونوا في مثل هذه المحافل الدولية. جميل. ماجد، مبادرة ألف عنوان وعنوان كما قلنا تتبع ثقافة بلا حدود، وربما لإلهام يعني القراء من بمختلف اهتماماتهم، ماذا تحدثين عن المبادرة وأهمية وجودها اليوم في معرض موسكو الدولي للكتاب؟ طبعاً مبادرة ألف عنوان وعنوان انطلقت في عام 2016 عام القراءة في دولة الإمارات لإثراء الإنتاج المعرفي في الدولة وزيادة عدد الإصدارات التي تأتي من دولة الإمارات. المبادرة هاي أتت نتيجة لدراسة قامت بها دولة الإمارات التي أثبتت أن عدد الكتب في الدولة كان في نزول، يعني كانت دور النشر تطبع الكتب خارج دولة الإمارات، فإحنا حبينا أن نحن نزيد الإصدارات هذه في الدولة من خلال تقديم دعم مادي للكتب التي تم طباعتها. طبعاً المبادرة وجودها هني نحن سعيدين بوجودنا وتمثيلنا لإمارة الشارقة. المبادرة تعرض الإصدارات التي تم طباعتها للناشرين من خلال مشاركتها هنا، تفتح الآفاق لهذول الناشرين أنهم أن العالم يطلع على ثقافة دولة الإمارات وعلى الكتب الموجودة فيها. طبعاً نحن ندعم الكتب التي تم ترجمتها من لغات أخرى إلى اللغة العربية، ويسعدنا وجودنا هنا ليستطيع المجتمع الروسي الإطلاع على هذه الكتب العربية. جميل. أستاذ راشد الكوس، مدير تنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، يعني أكيد أن المشاركة في المنصات والمحافل الدولية أيضا فرصة لعقد اتفاقيات وشراكات مع الناشر الأجنبي، فهل هناك أي اتفاقيات تمت هنا في العاصمة الروسية؟ طبعا جمعية الناشرين دائما ما يكون لديها خطة للمشاركات هذه، ففريق العمل مشكور نظم مجموعة من جلسات بيع وشراء الحقوق مع ناشرين روس، وكانت يعني مراسلات سابقة قبل المعرض. وكانت جلسة بين مجموعة من الناشرين الروس وأيضا ناشرين إماراتيين المتواجدين معنا في هذه المشاركة، وتم مناقشة إمكانية بيع وشراء الحقوق لنقل الأدب الروسي وترجمته إلى اللغة العربية، وأيضا إمكانية نشر كتب عربية وإماراتية نشرها باللغة الروسية. هذا من جانب. الجانب الآخر، أيضا فريق العمل نظم زيارة للناشرين الإماراتيين إلى دار نشر روسية للتعرف على سير العمل ومراحل إنتاج وصناعة الكتاب في موسكو. فالناشرين الإماراتيين الذين زاروا هذه الدار تعرفوا على مراحل إنتاج الكتاب وكيف يتم تدقيق النص وكيف يتم إخراج هذا الكتاب وكيف يتم طباعته، للتعرف على طبيعة هذه الدولة في إصدار الكتب، إصدار التراخيص، كيف ممكن أن نطبق أفضل الممارسات في دولة الإمارات. كون أن الجمعية اليوم تمثل هذا الناشر وحريصة بأن تضع معالم لصناعة النشر في دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. نعم، جميل. مجد الشحي، يعني كيف تدعم مبادرة ألف عنوان وعنوان الناشرين والمؤلفين الإماراتيين وأيضا الرسامين، وكيف تلبي طموحاتهم الأدبية؟ طبعاً مبادرة ألف عنوان وعنوان تقدم دعم مادي مثل ما خبرتك. طريقة التقديم عندنا عبر زيارة الموقع الإلكتروني، سواء كان ناشر أو مؤلف يتقدم بالطلب، يمر الطلب عندنا الكتاب على لجنة لتقييم الكتاب، بعدها يتم تقديم الدعم المادي. بالنسبة للرسامين، نحن عقدنا العديد من جلسات بين الناشر والمؤلف والرسام، وذلك ليجعلها مثل منصة لالتقاء الكتاب بالرسامين بالناشرين وللخروج بمحتوى متميز، محتوى جيد من الكتب العربية المحلية. جميل. أستاذ راشد الكوس، ما رأيك في واقع صناعة النشر اليوم؟ إلى أين يتجه؟ في دولة الإمارات؟ نعم. في دولة الإمارات طبعاً الشيخ أبدور بن سلطان القاسمي عندما أسست جمعية الناشرين الإماراتيين في عام 2009 بكل تأكيد كان في خطط استراتيجية وكان في بعد ثقافي لهذه الصناعة. اليوم ما نشهده هو نتاج هذا التأسيس ونتاج هذا الفكر، استقطاب الممارسات العالمية، ووجود الآن الشيخ أبدور بن سلطان القاسمي كنائب لرئيس الاتحاد الدولي للناشرين الدوليين. أيضا هذا سيشكل نقلة أيضا نوعية للناشرين في دولة الإمارات وفي الوطن العربي بشكل عام. نلاحظ بأن الناشر الإماراتي اليوم أصبح لديه وعي، أصبح لديه انفتاح على العالم، أصبح لديه حرفية في هذه الصناعة. لم يعد الناشر الإماراتي هو بمثابة المطبعة، لا، أصبح هو من يختار النص
بعناية، هو من يحرص على أن ينشر ما هو يستحق القراءة، يحترم ذائقة القراء، يحترم ذائقة المجتمع، يحترم تقاليد المجتمع العربي، يحترم كل هذه الأمور. فهذا لم يأتي من فراغ، وتراكم هذه الخبرات من خلال العشر سنوات الماضية. يعني العام الماضي احتفلت جمعية الناشرين الإماراتيين بمرور 10 سنوات على تأسيسها. صحيح. فكل هذه السنوات وكل هذا العمل الجاد في هذه الصناعة يضع الناشر الإماراتي اليوم أمام تحدي أيضاً. التحدي هو بأن يتوفر لك الدعم، يتوفر لك إتاحة الفرص، يتوفر لك الدورات التدريبية، يتوفر لك داعم مباشر ومستشار كجمعية الناشرين الإماراتيين، تتوفر لك اتفاقيات تعاون أبرمتها الجمعية مع جهات ومؤسسات حكومية في دولة الإمارات. نعم. الآن يتوجب عليك بأن تعمل، بأن تضع نفسك في هذه التجربة، بأن تكون فعلا خير من يمثل الكتاب العربي في العالم. نعم. أيضا من خلال مشاركات الجمعية في المعارض الدولية كجناح يضم الناشرين الإماراتيين يعيشون تجربة وممارسة بيع وشراء الحقوق بأنفسهم. نعم. سابقا يمكن كان الناشر الإماراتي تركيزه على السوق المحلي وتركيزه أو يعني كل ما هو يطمح إليه بأن يبيع كتابه في أبوظبي أو يبيع كتابه في الشارقة أو يبيع كتابه في أحد المعارض المحلية. اليوم نتواجد في أبرز العواصم العالمية. الناشر الإماراتي. نعم. متواجد حول العالم، وكل ما تكون فيه مشاركة لجمعية الناشرين في دولة لابد من زيارة دار نشر تبحث عن ناشر إماراتي بالاسم. يعني لابد أن يكون، يعني اليوم معنا مثلا مثال عبد الله الكعبي وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو متخصص في الكتب الصينية ولديه شراكات مع جمهورية الصين. شيء مشرف حقيقة جدا جدا. نعم. فهذا الناشر الإماراتي اليوم يعني نحن فخورين بهذا. نعم. بهذه الصناعة ومستقبلها سيكون واعد بإذن الله. جميل جدا مجد، ما هو التأثير الذي أسهمت به مبادرة ألف عنوان وعنوان على مستوى النشر المحلي وصناعة النشر الداخلي؟ طبعاً إحنا سمعنا من الناشرين ومن معارفنا فيهم أن العديد من دور النشر التي كانت خارج دولة الإمارات مثلاً في لبنان في الدول العربية اتجهت إلى وجودها في دولة الإمارات، وهالسنة إحنا ركزنا أن نحن ندعم 600 عنوان من دور النشر الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين. نعم. فهذا التعاون يعني طبعاً ساهم في إثراء السوق في دولة الإمارات. العديد مثلاً من الكتاب الذين يتواجدون خارج دولة الإمارات يقومون بطباعة كتبهم من خلال دور النشر الموجودة عندنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن نفتح المجال للكاتب العربي، ولكن نفس الوقت نحن نركز على دور النشر الموجودة عندنا. فإذا الكاتب يطبع من خلال دار النشر الموجودة في دولة الإمارات، هذا يعني هذه تعتبر فرصة جيدة ويعني ممتازة للدولة. يعني وسوق النشر. هل هناك أرقام أو إحصائيات تعكس واقع صناعة النشر في دولة الإمارات؟ في السنة الأولى نحن أنتجنا، في المرحلة الأولى أنتجنا أكثر من 1000 عنوان، 1000 عنوان وعنوان. في المرحلة هذه الثانية نحن دعمنا حتى الآن 600 عنوان تم طباعتهم ومتواجدين عندنا للعرض في الأجنحة دائما ونروج لهم. جميل جدا. أستاذ راشد، كيف تعمل جمعية الناشرين الإماراتيين وتساهم في عملية التنمية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية المستدامة؟ جمعية الناشرين أو الناشر الإماراتي اليوم هو مشروع تجاري. دار نشر هي مشروع تجاري، والناشر الإماراتي اليوم حريص على أن يكون لديه استقرار مالي لاستمرارية هذه الدار واستمرارية يعني تغطية تكاليف المحتوى، تغطية تكاليف الرسومات وتغطية تكاليف الطباعة. فلا يمكن أن نفصل بين الجانب المادي والجانب الفكري. لا يمكن لأي دار نشر أن تركز فقط على المحتوى وتهمل الجانب المالي أو الربحي، خلنا نسميه. يعني حتى لو قلنا أن الثقافة السلعة ربما بمفهومها الإيجابي يعني. بكل تأكيد، بكل تأكيد. يعني المحتوى يعني يدعم ويعني يتم التركيز عليه واختياره ويعزز هذه الثقافة. ولكن الجانب المادي أيضا مهم لدار النشر.
اليوم الناشر الإماراتي يحظى بدعم من الحكومات في دولة الإمارات، وتحديدا الشارقة، صاحب السمو حاكم الشارقة هو الداعم الأول للناشرين الإماراتيين، وأيضا لجمعية الناشرين الإماراتيين. حاكم الشارقة يدعم بشكل مباشر نشاط جمعية الناشرين الإماراتيين، سواء بالجانب المعنوي، بالجانب المادي، وأيضا بالتوجيه المباشر لفريق عمل الجمعية وأيضا للناشرين الإماراتيين. فهذا يعطي دفع للناشر الإماراتي، ولكن يبقى هناك تحدي للناشر الإماراتي تحديدا في دولة الإمارات من بعض المؤسسات الموجودة سبقتني في الدولة. المحور يعني كنا بنتكلم عنه حقيقة. لهذا السبب يجب التنويه فيه، وأنا يمكن كررت أكثر من مرة، لأن بعض المؤسسات ما زالت لا تعي أهمية الناشر الإماراتي أو أهمية دور النشر الإماراتية. دور النشر الإماراتية هي من تنقل هذه الثقافة سواء في المجتمع المحلي. طيب من المسؤول عن هذا القصور؟ هو باعتقادي بأن يحتاج إلى وقت لأن يثبت الناشر الإماراتي قدراته، ويثبت لكل المؤسسات الحكومية بأهمية هذه الصناعة. واليوم ما تقوم به جمعية الناشرين الإماراتيين هو لإثبات بأن النشر في دولة الإمارات صناعة مهمة، إثبات للمؤسسات الحكومية بأهمية دعم هذه الصناعة، بأهمية تخصيص جزء من دعمها المادي، جزء من توفير الإمكانيات للناشر، جزء من إتاحة الفرص لهؤلاء الناشرين لإثبات وجودهم على خارطة الصناعة في دولة الإمارات جدا. ونقلها للعالم. جميل. مجد الشحي مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان، يعني أنتم تركزون على تعزيز وتكثيف المحتوى العربي في مجتمعنا، ما طبيعة المؤلفات والمحتوى المقدم من قبلكم؟ احنا نستقبل العديد من الكتب التي من مختلف الفئات، يعني كتب للأطفال، كتب في الطبخ، روايات، نستقبل كل عمل يقوم به الكاتب الإماراتي أو الكاتب العربي. نعم. إحنا وقعنا هذه السنة اتفاقية مع مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال لدعم 200 كتاب من الكتب الميسرة التي تخدم فئة كبيرة في دولة الإمارات، والتي تساهم في التنوع، خلق تنوع في الإصدارات أو الكتب العربية. نعم جميل. أستاذ راشد، قبل قليل ذكرت أن هناك تحديات واجه قطاع صناعة النشر، وبكل تأكيد من بينها تحديات ربما متعلقة بحقوق التأليف، حقوق النشر، حقوق التوزيع. أنتم كجمعية كيف تدافعون عن القضايا التي تواجه هذا القطاع تحديدا؟ طبعا حقوق الملكية الفكرية وحقوق الناشر تحديدا وحقوق المؤلف كلها هي أعراف لا بد الالتزام بها من كل الأطراف التي تشترك في صناعة النشر وصناعة الكتاب. فاليوم وجود جمعية حقوق الملكية الفكرية، وهناك اتفاقية تعاون بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهذه الجمعية مشكورة بتعريف العاملين في هذا المجال، وعمل حملات توعية بأهمية حفظ الحقوق بأنها تعتبر سرقة، كسرقة المحلات وكسرقة أي مستلزمات شخصية، فهي هذه تعتبر حق الكلمة، حق للكاتب، وكل هذه الرسومات حق للرسام. نعم. وأيضا الناشر له الحقوق، فحفظ الحقوق، الحق هذا لأصحاب الحقوق هو دور مجتمعي يجب الحفاظ عليه. وهناك نقطة لا يعيها القارئ، عندما يقرأ كتاب مقرصن أو كتاب مطبوع بطريقة غير شرعية فهو مشارك في هذه الجريمة. صحيح فعلا. فأنا لابد أن أحرص، للأسف بعض القراء يبحث عن عن الكتاب بحكم أن قيمة السوقية أقل من قيمة الكتاب الأصلي وهو نفس النص. بالفعل. ولكن للأسف لا يعي بمشاركته في هذه الجريمة بأن سرق حق الكاتب وسرق حق المؤلف وحق كل المشتركين في هذا الجانب. صحيح. فالحملات التوعوية هي مهمة جدا في تعريف المجتمع بأهمية هذه يعني الحقوق. هل الإطار القانوني مغطي العملية بشكل جيد وكافي؟ في دولة الإمارات القانون يحفظ حق، وخصوصا المشتركين في أو عندما يسجل هذا الكتاب أو يأخذ التصاريح الرسمية لإصدار هذا الكتاب يضمن حق أصحاب الحقوق، فبإمكانهم أيضا مقاضاة. نعم. الأشخاص المخالفين لهذا القانون. ولكن
تبقى هذه الثقافة يجب أن تزرع في نفوس كما ذكرنا قبل الإماراتي قليل. صحيح. هي أهم من المتابعة. ولكن اليوم أيضا جانب آخر، الناشر يحرص على أن يصل الكتاب للجميع، ويحرص على أن يكون سعر الكتاب مناسب للاستخدام، فهذا ما يمكن دعا إلى تلاشي مثل هذه الأمور، ووجود الأعراف بين الناشرين الإماراتيين الآن حفظ حقوقهم بينهم. جميل جدا مجد. بلا شك دائما المؤلفين والناشرين يبحثون أيضا عن التقدير المعنوي، فما هو دوركم أنتم كمبادرة في تعزيز فرص فوز الإصدارات الإماراتية بالجوائز التقديرية العربية؟ المبادرة تعمل كحلقة وصل بين الناشر، بين المؤلف، بين الرسام. فمثلا نحن جينا الكاتب الإماراتي اليوم يقدم عمله، بعدها يتواصل معنا، نحن يعني يبحث عن دار نشر، فنحن من اطلاعنا بدور النشر، من علاقتنا معهم، نقدم له من الجهة المناسبة لنشر هذا الكتاب، نتواصل معها. نعم. وتتم الأمور بهالطريقة. أيضا المبادرة تقدم ورش تعليمية للكاتب الإماراتي وللرسامين عن الكتابة الإبداعية، عن كيفية الخروج بمحتوى أفضل، كيفية اختيار الرسمات المناسبة للفئة العمرية هذه. طبعا هذا يساعد دور النشر المحلية، يساعد الكاتب الإماراتي للارتقاء وللوصول إلى محتوى متميز جدا. جميل. ماذا عن شروط الانضمام للمبادرة؟ طبعا المبادرة أحد الشروط أو أهم الشروط أن يكون الكتاب باللغة العربية، أن يصدر الكتاب في دولة الإمارات، بعدها إذا أخذ التصاريح اللي ذكرها الأستاذ راشد مثل الترقيم الدولي، إذن الطباعة، بعدها يتم اعتماد الكتاب ويتم استلام الدعم المادي. جميل جدا. أستاذ راشد الكوس، يعني ربما لاحظنا مؤخرا اتجاه عدد كبير أو عدد جيد يعني ما بنبالغ من الكتاب في تأسيس دور نشر خاصة بهم، هل تراها كحالة صحية؟ بكل تأكيد اليوم يعني وجود الفرص الاستثمارية، إذا ما مثل ما تحدثنا بأن دار النشر هي مشروع استثماري، فوجود الفرص الداعمة لهذا الاستثمار في دولة الإمارات مثل مدينة الشارقة للنشر، مثل الاتفاقيات التي أبرمتها جمعية الناشرين الإماراتيين مع المجلس الوطني للإعلام بإعطاء خصومات للناشر الإماراتي، بوجود بنية تحتية من المجتمع تدعم هذه الصناعة، بالعكس وجود تنافس بين دور النشر جانب مهم. ولكن نرجع لنقطة ما ننتقي ماذا ننشر، يعني اليوم كدور نشر إماراتية ليس المهم بها العدد، المهم هي نوعية الكتب التي تنشر من دولة. صحيح. الإمارات، إذا اليوم أنا كصاحب دار نشر يعني حسيت بأهمية يعني انتقائي لهذا المحتوى بأن يمثل دولة الإمارات، لأن إذا ما شاركنا في مثل هذه المشاركات الدولية. نعم. وتم عرض كتب، ستنسب هذه الكتب لدولة الإمارات. لا. صحيح. لن تنسب إلى سين من دور النشر. صحيح. أو لن يعني يأخذ هذا الكتاب بشكل شخصي، لا، سيقول المجتمع هنا بأن هذا الكتاب إماراتي، فأنا وجودي اليوم في دولة الإمارات من جانب وطني يجب أن أحرص على أن أمثل دولتي وثقافتي العربية برقيها وكنوزها أجمل تمثيل، وأن فعلا أكون سفير لثقافتنا العربية. فإذا ما حرصت ويعني شعرت بهذا الجانب، بالعكس سأمضي بين العالم، وأنا فخور جدا بكل ما أملك من مقتنيات كتب. فهذه ما يجب أن يحرص عليه اليوم أي شخص حاب أن يدخل في هذا المجال وحاب أن يفتح دار نشر، لا يمنع، ولكن يجب أن يعي بأنه سيكون سفير لدولة الإمارات وسفير للثقافة العربية، فيجب أن يحمل هذا الحمل على محمل الجد. جميل. نعم. الحين أنا عندي سؤال بوجهه للطرفين، يعني مجد نبدأ معك، يعني التواجد في الفضاء الرقمي والإلكتروني لابد منه، فأنتم كمبادرة كيف تعززون تواجدكم الرقمي أو دعمكم حتى للإصدارات الرقمية؟
كان في تعاون بيننا وبين مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال بدعم الكتب الميسرة، دعم 200 كتاب. ال 200 كتاب هذه تخدم فئة كبيرة في المجتمع، بإمكان الشخص أنه يسمع الكتاب هذا، بإمكان الشخص قراءته بلغة البريل. فطبعا هذا تواجد إلكتروني، 200 عنوان عربي. جميل. طبعا يعتبر تعاون الأول من نوعه. جميل جدا. أستاذ راشد، أهمية النشر الرقمي بالنسبة لجمعية الناشرين الإماراتيين؟ في بعض التخوفات من تلاشي الكتاب الورقي، ولكن اليوم هو الكتاب الإلكتروني أحد أساليب الترويج للكتاب الورقي، إذا ما أخذناها بهذا الجانب، بأن اليوم إذا أنا ما يعني كتابي الورقي يسوق في دولة الإمارات، ولكن كتابي الإلكتروني سيسوق حول العالم، فهي أسلوب من أساليب التسويق والترويج لهذا الكتاب. فالناشر اليوم في دولة الإمارات حريص أن يكون كتابه متواجد في جميع المنصات سواء الإلكترونية، بكل الأساليب الأخرى التي ممكن أن يطبع بها الكتاب غير الورقية. فوجود الكتاب الإلكتروني اليوم ما أعتقد سيكون هو محارب للكتاب الورقي، بل هو داعم للمحتوى ومكمل له ومسوق جيد لهذا الكتاب. جميل جدا. مع وجود التقنيات الحديثة، مع وجود التسارع الحياتي، مع وجود التطور الغير يمكن ما نقدر نقول مسبوق، ولكن أن هذا التطور يضعنا بأن نوجد كل هذه الأساليب من المحتوى، وللقارئ الخيار بقراءة المحتوى بالنمط الذي هو يجده مناسب لشخصيته. جميل جدا. إذن الأستاذ راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومجد الشحي، مدير مبادرة 1000 عنوان وعنوان التابعة لثقافة بلا حدود، نشكر لكم تواجدكم معنا اليوم، وأنتم حقيقة ختامها مسك في ختام تغطياتنا متابعينا التي قدمناها لكم من هنا من جناح الشارقة، المشارك كضيف شرفي معرض موسكو الدولي للكتاب. متابعينا، بعد أقل من شهر بإذن الله الشارقة سوف تتواجد في عاصمة عالمية جديدة، تواجدها سيكون في إسبانيا، حيث المزيد من المحتوى المعرفي والمزيد من الإصدارات الإماراتية والمزيد من الزخم الثقافي اللامتناهي الذي اعتادت أن تقدمها الشارقة. تحياتي لكم، وأيضا تحيات فريق العمل. دمتم بود.